تقاوى والبنادق حيلتك راح ما تساوى ايش من خير الرجال بالنصر قادم كلنا من اجل عرسك يا بلادي كلنا من اجل عرسك يا بلادي. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين الأفاضل وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عيد المقاتل. نذهب وإياكم في حلقتنا لهذه الليلة إلى جولة ميدانية عيدية لتفقد أحوال المرابطين من أبطال الجيش الوطني المتواجدون في شرق عاصمة محافظة الجوف الحزم، وهم يسطرون بتضحياتهم أروع الملاحم البطولية. راسنا في يا رجنا حلق اليوم في العالم يا مجري ما دافعنا والله الجيش وصالة الوطن عندنا غادي ترخص ارواحنا دانا نهضاح والمآذن نحفظ دوما وانصانا ظفر في يابا يا رقنا حلق اليوم في العالي حرك الجيش يا فندق نحوهم صوب الآلي ادعس ادعس ولا تهتم هيجم الكون بفعالي صاحب صوب المدفع بندق اليوم مشحونه حطي الدق ولا تنجح عندك الزهد والمونه صباح الخير ايها الاخوه المقاتلون روح بالدم نفيق يمن روح بالدم نفيق يمن روح بالدم نفيق يمن صريح روح حد روح بمناسبة كلمات تصريح الوندي عيد الفطر المبارك وجب علينا زيارتكم بهذه المناسبة العظيمة ولأنكم فرع ناشئ من جديد بقرار من الأخ وزير الدفاع لابد أن تبذلوا جهدا أكبر وفي هذه المناسبة أيضا ننقل لكم تحيات الأخ وزير الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة كما منكم ومن خلالكم نزف تهانينا بهذه المناسبة للأخ فخامة رئيس الجمهورية ونائبه ونقول لهم نحن ما زلنا على العهد والوعد فليخسأ الحوثي الذي أقسم أنه لا يصومن رمضان إلا في محافظة مارب فها أنتم اليوم في محافظة الجوف ترجعون الحوثي عشرات الكيلومترات الذي كان يحلم أن يصل إلى مدينة مارب فهو الآن أصبح فاجر في قسمه وأنتم أصبحتم صادقين في قسمكم لأنكم أقسمتم أن لا يطأ قدم الحوثي هذه المحافظات لأن هذه المحافظات حرة وستظل حرة لأن أبناء اليمن كلهم هنا الآن أرض اليمن لا تقبل الحوثي ولهذا 45 بركان تقريبا أو أكثر يعني جبهة ساخنة في وجه الحوثي والحوثي يريد إلا أن يستبد هذا الشعب الحوثي الآن أصبح منبوذ غير مقبول لا عند الشعب اليمني ولا عند المجتمع الدولي فهو مثل الحنش يلفظ أنفاسه الأخيرة ولهذا تروا الطائرة المسيرة الصواريخ البالستية لا الحارات لا بيوت المواطنين لكنه في الجبهات لا يستطيع أن يتقدم قيد أنملة فشكرا لكم وشكرا لقيادتكم الشابة النشيطة الذي سعى جاهدا لتأسيس هذا الفرع بجهد شخصي منه ما حد تعاون مع الصدق لكن نظرا للظروف الموقف استطاع أن يؤسس هذا الفرع وهذا نموذج من أبناء
يعني فرع مارب فرع ريمة من جميع محافظات الجمهورية. ولا تنسوا أنكم شرطة عسكرية، وحدة انضباط، ووحدة إسناد للجيش، فها أنتم اليوم مع إخوانكم في الجيش الوطني في الخطوط الأمامية تشاركون جنبا إلى جنب، لكن أيضا لا تنسوا أنكم وحدة انضباط تحافظوا على الانضباط في الجيش الوطني، والذي يحافظ على الانضباط لابد أن يكون منضبطا في نفسه أولا، مش مهزل ولا مستهتر، لأنه لكي تضبط الناس لابد أن تكون قدوة. ومهمتكم أيضا الحفاظ على ممتلكات الجيش الوطني من العبث والنهب، فمهمتكم الأساسية كما قلت انضباط، وها أنتم تودون الآن مهمتكم كوحدة سند للجيش في الصفوف الأمامية. انتهى شهر رمضان، وإن شاء الله كلنا وكل المجاهدين ينالوا أجران، أجر الصيام وأجر الجهاد والرباط في هذه الصحاري القاحلة للجوع والعطش. شكرا لكم مرة أخرى، ومزيدا إن شاء الله من الانضباط والالتزام والصبر، والنصر قادم، النصر قادم إن شاء الله. جمالك احنا تهول لعادة احوال سبتمبر بمحصول، جيش الوطن في رب الجمهورية صلى وعاهد الله ان تعمل حسب قول، الشرطة العسكرية القدمة المثلى عدت بسيف اليمن تبحر باسطولة، جيش النظام الذي نخطى جميع عدلة العدل سالفية الجبهات مفعولة، صف الضجاجين بالجبهات تتسلى معداب الموت لحظة شاهدوا هولا، جينا نجاهد قيد اسم الله الأعلى بدينا نحن الوطن والشعب والدولة، جينا نجاهد قيد اسم الله الأعلى بدينا نحن الوطن والشعب والدولة، قاداتنا في صفوف المعركة الأولى وإحنا وراهم دخول الحرب برجولة، شعب اليمن بالنصر يتحلى الانصفح من عدو الله ورسوله، والله يا دمعة الأيتام والذاكلة لابد ما نلحق القتل بمقتولة، مما تجبر عدو الله واستعلى بالحق فنزهق البطل ومن حوله، نفسنا ما عليك يا موطن يتغلى والله أنا في سبيل الله مبذول. مشاهدين الأفاضل، لعيد الفطر المبارك مذاق خاص ونكهة خاصة، ونحن نعيشه بين أبطال الجيش الوطني المتواجدون في الخطوط والمواقع الأمامية هنا في جبهات العزة والكرامة في محافظة الجوف. إلى جوارنا مشاهدين الأفاضل قائد فرع الشرطة العسكرية بمحافظة ريمة العقيد عمار الصغير. بداية العقيد عمار الصغير، قائد فرع الشرطة العسكرية بمحافظة ريمة، وأنتم تذودون عن حياض الوطن وأمنه واستقراره هنا في ميادين الشرف والبطولة في محافظة الجوف، إلى جانب بقية وحدات وألوية الجيش الوطني المتواجدة هنا في ميادين الشرف والبطولة، كيف تقضون هذه اللحظات العيدية هنا خلال عيد الفطر المبارك؟ بداية نهنئ قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية ونائبه ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة على بانتهاء شهر رمضان وقدوم الشهر المبارك العيد المبارك. لذلك نقول ونجدد عزمنا ونجدد توكلنا بالله سبحانه وتعالى على تطهير اليمن، وهذا الذي خرجنا من أجله. احنا الآن في أطراف الحزم والأمور تجرى على ما يرام، وأفضل أيام نقضيها في حياتنا هي أيام الجبهات والمواقع. لذلك الرباط في هذا اليوم أفضل ما عشناه في حياتنا، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن خلقنا
في أيام الجهاد وجعل الجهاد في ذروة شبابنا. فلذلك لا بد أن نستعيد الوطن مهما قدمنا من تضحيات، ونقول لهؤلاء المرجفين أيام قريبة فقط، ونحن بإذن الله سبحانه وتعالى في القصر الجمهوري في صنعاء. العقيد عمار الصغير، من خلال جولتنا الميدانية برفقة أركان حرب قوات الشرطة العسكرية في الجمهورية العميد الركن سيف علوان الزعزعي، لاحظنا تواجد منتسبو الشرطة العسكرية متواجدون في الخطوط والمواقع الأمامية، رغم أن مهامهم يقتصر على الضبط والربط العسكري. كيف تفسر للسادة المشاهدين تواجد أبطال منتسبي الشرطة العسكرية ومشاركتهم مع إخوانهم في الخطوط والمواقع الأمامية؟ بحسب توجيهات الأخ وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة وكذلك قوات الشرطة العسكرية العامة، على أن الشرطة العسكرية هي في أي وقت جاهزة مستعدة، سواء في الحزم والضبط أو سواء في مواجهات هؤلاء المرجفون وهؤلاء الانقلابيين. فلذلك يعلموا أن الشرطة العسكرية جاهزة بكل عدادها وعدتها، من متوفر معهم كل شيء، ليس توفر كما هو في الجيش فقط، وإنما الشرطة العسكرية متوفر لها كل شيء من الإمكانيات، ومستعدين ينفذوا أي مهمة توكل على عاتقهم. إذن مشاهدينا الأفاضل، مهام عسكرية جبارة تقوم بها قيادة الشرطة العسكرية وجميع منتسبيها وفروعها المنتشرة على أنحاء الجمهورية في الذود عن أهداف الثورة والجمهورية ضد ميليشيا الكهوف والكهنوت الإنقلابية في مختلف جبهات وميادين القتال. احرق المال يا عادل واجعل الارض زلزال، اضرب يا بيارقنا حلق اليوم في العالي، حلق اليوم في العالي، بدنا ربي خبر عاجل عبر نعنام يا بدنا جيشنا حضر وصنع والكبايل يا زفانا نحرق أراضينا من براثن دجالي، من براثن دجالي، قد خبرنا بما فينا كلنا ضد نزلالي. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر قناة عدن لزيارتنا في المنطقة العسكرية السادسة وفي فرع شرطة ريمة محافظة ريمة وفي الخطوط الأمامية، ونقول لهم إن شاء الله سوف ندحر الانقلابين، والآن نحن في مشارق الحزب إن شاء الله في أعيادنا، وإن شاء الله سوف تكون نصرنا عيدنا في نصرنا إن شاء الله. نشكر قناة عدن على زيارتنا التي بذلوها اليوم في الميادين، ونود أن نبعث برسالتين. الرسالة الأولى لقيادتنا السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية ونائبه ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة، والرسالة الثانية هي للشعب اليمني كرسالة اطمئنان. نحن هنا نعيد وندود بأنفسنا وأرواحنا في هذه الصحاري والجبال والوديان من أجل أن نوجد الراحة والحرية لجميع أبناء الشعب اليمني، من أجل أن يتحرروا هؤلاء الشعب، ونحرر كل تربة هذا الوطن من قذرات هذه الميليشيات التي سطت بميليشياتها على ثروات الشعب وعلى مؤسسات الجمهورية اليمنية وانقلبت. ونود أن نبعث برسالة تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك إلى قيادتنا ممثلة بقائد الفرع شرطة ريمة العقيد عمار الصغير وإلى كافة منتسبي الفرع، وشكرا لكم على زيارتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحيي الفريق الإعلامي بقيادة الإعلام المتألق رفيق السامعين لزيارة الجبهات في المنطقة العسكرية السادسة. أعيادنا جبهاتنا. رمضان كان شهر انتصارات، والحمد لله على تمكين الانتصارات اللي حصلت في السيطرة على تباب عدوان وقبائل بشوع والقذافر
وتكبيد العدو خسائر في هذه الحفلة أرواح المعدات والآليات. معنويتنا على ناطح السحاب، الشباب بجهوزية عالية ينتظرون المرقدة السياسية لاستكمال الخطة المعدة من قبل قيادة المنطقة العسكرية السادسة. منكم ومن خلال هذه القناة نبعث أسماء التهاني والتبريكات لفخامة المشير عبد الرب منصور هادي والمشير والفريق الركن محمد علي المقدشي وزير الدفاع ورئيس الهيئة العامة والقيادة المنطقة العسكرية السادسة باسمنا جميعا منتسبين المنطقة العسكرية السادسة. نهني الجميع ونهني الشعب اليمني بالانتصارات وبالعيد الفطر المبارك، ونوعد الجميع بأن احنا ماضيين على تحرير البلد من ميليشيات الانقلاب الكهنوتية، ولا بقى لهم على هذه الأرض مهما طال الزمن أو قصر. الجدير بالذكر هو أن رغم هذه الصحراء والرمال هي عندنا أجمل حديقة وأجمل منتزه، لأنها تراب الوطن، وطن لا نحميه لا نستحقه. هذا الشعار اللي حملناه في أول يوم انتسابنا في القوات المسلحة، وسنبقى في هذا الشعار، وطن لا نحميه لا نستحقه. يا جيشنا يا جيشنا باسمك هتفنا كلنا، الفرد منك كتيبة عزة وقوة وهيبة. يا جيشنا يا جيشنا باسمك هتفنا كلنا، الفرد منك كتيبة عزة وقوة وهيبة. جيش النضال يعيش، الله يحيي الجيش. جيش النضال يعيش، الله يحيي الجيش. أعزائي المشاهدين من جديد في برنامج عيد المقاتل، ونحن نتجول وإياكم مشاهدينا الأفاضل خلال هذه الجولة والزيارة العيدية التي نقوم بها لننقل لكم أحوال المرابطين خلال عيد الفطر المبارك. إلى جوارنا مشاهدينا الأفاضل العميد الركن جاد الدقيمي قائد اللواء التاسع الذي يرابط هنا برفقة أبطال الجيش الوطني في جبهة الجدافر شرق عاصمة محافظة الجوف مديرية الحزم. بداية العميد الركن جاد الدقيمي، كل عام وأنتم بخير. وأنتم بألف خير وصحة وسلامة. ونود أولا أن ننقل تهاني الجيش الوطني المرابطين في جبهة الجدافر للقيادة السياسية وللشعب اليمني العظيم، ونسأل من الله العظيم أن يجعل هذا العيد عيد النصر وعيد التخلص من هذه الميليشيات وعيد النهضة إن شاء الله.
تتزامن هذه المناسبة الوطنية والدينية أيضا مع الذكرى 30 لعيد الوحدة اليمنية المباركة 22. رسالتكم لأبناء الشعب اليمني والقيادة السياسية بهذه المناسبة الوطنية؟ نحن من موقعنا هذا نؤكد للشعب اليمني أننا نبذل دماءنا رخيصة من أجل وحدة وسلامة هذا الوطن، ومن أجل أن يكون في رقي وتطور، ونسأل من الله أن يكتب الأجر ويعجل بالنصر ويعين الشعب هذا على محنته هذه التي طالت لفترة، يعني حقيقة أنها أتعبت الشعب، ولكن نحن نعدهم أن نحن لن نبخل بكل جهدنا، وسوف نبذل قصار جهدنا لتعجيل النصر إن شاء الله. العميد الركن جاد الدقيمي، رغم أنكم ملتزمون بتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية بوقف إطلاق النار هنا في مديرية أو في جبهة الجدافر شرق مديرية الحزم في محافظة الجوف، إلا أن تلك الميليشيا الإنقلابية تقوم باستهدافها المتواصل وخروقاتها واعتداءاتها السافرة لمواقع الجيش الوطني، كيف تردون على تلك الاعتداءات السافرة التي تقوم بها ميليشيا التمرد والانقلاب الحوثية؟ والله يا أخي في الحقيقة أن أوامر وقف إطلاق النار هذه جاءت لنا وإحنا يعني كنا متمنين نحن ننطلق، لكن تنفيذا لتوجيهات قيادتنا نحن ملتزمين، ولكن العدو معروف أنه ما له مأمن، ونحن أمامه جاهزين له، وفي أي رد هجوم بيقوم به إحنا بالرد مثله ومضاعف، لأنه ما ننتهي له فرصة أنه يطمع، لأن إحنا قد عرفنا أكثر من أي واحد، عرفنا أكثر من المجتمع الدولي، وعرفنا أكثر من أي واحد، نحن جاهزين له في أي وقت. إذن مشاهدينا الأفاضل، رغم تلك الاعتداءات السافرة والهمجية التي تقوم بها ميليشيا التمرد والانقلاب الحوثية في استهدافها لمواقع الجيش الوطني، إلا أن هؤلاء الأبطال الميامين يؤكدون جاهزيتهم ومعنوياتهم العالية التي تتكسر عليها تلك الخروقات الحوثية. مشاهدينا الأفاضل من جديد في برنامج عيد المقاتل الذي ننقل لكم من خلاله الأجواء العيدية التي يعيشها أبطال الجيش الوطني وهم مرابطون هنا في ميادين الشرف والبطولة في جبهة الجدافر شرق عاصمة محافظة الجوف. إلى جوارنا مشاهدينا الكرام قائد اللواء 22 العميد الركن عبد المخلافي. بداية العميد الركن عبد المخلافي، كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير وطيبين إن شاء الله. حياتكم التي تقضونها خلال عيد الفطر المبارك هنا في ميادين الشرف والبطولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا نرحب بكم إلى هذه الأماكن بالخطوط الأمامية، وكذلك نقول تحياتنا إلى القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح، وكذلك الفريق الركن وزير الدفاع محمد المقدشي. كما نهنئ الشعب اليمني بمناسبة عيد الفطر المبارك، ونقول لهم أن أعيادنا في جبهاتنا، وإن شاء الله خلال المرحلة القادمة
وفي الوقت محدد سوف يتم القضاء على هذه الميليشيا الإجرامية التي تتكبد يوميا في العتاد والأرواح، وإن شاء الله توجد خطة محكمة بقيادة اللواء الركن أمين عبد الله الوائلي الذي يتواجد معنا بالخطوط الأمامية خلال فترة وجيزة لم يتم فيها استعادة مدينة الحزم فقط، وإنما سوف يتم الوصول بها إلى محافظة عمران لقطع الشريان الرئيسي لهذه الميليشيا الإجرامية. إذن مشاهدينا الأفاضل، بهذه الهمم والعزائم العالية التي تعانق جبال عيبان ونقم الشامخة، يؤكد أبطال الجيش الوطني والقيادة العسكرية هنا في ميادين الشرف والبطولة عزمهم في المضي قدما لتحرير ما تبقى من تراب الوطن التي ما تزال ترزح لوطأة وإجرام تلك الميليشيا الكهنوتية. الرحمن الرحيم، نشكر قناة عدن الفضائية لزيارتها لقيادة قوات الشرطة العسكرية فرع ريمة بقيادة القائد عمار الصير، شكر له ألف شكر. وأحسن الأيام، والله إني هذه الأيام في الأعياد في الخطوط الأمامية أو كان في الضبط والربط. سيدوم الخير في أرض مقيمة، سيدوم الخير في أرض مقيمة، سيدوم الخير في أرض مقيمة، سيدوم الخير في أرض مقيمة. رافض الإصرار إلا أن يدوم، رافض الإصرار إلا أن يدوم، رافض الإصرار إلا أن يدوم، رافض الإصرار إلا أن يدوم. أرضنا بوركت من ولادة، أرضنا بوركت من ولادة، لم يعش في عمرك الخير عقيمة، لم يعش في عمرك الخير عقيمة. كلما ولى عن الساحة فيك عظيم شهدت من عظيمة، خلفه نمضي ولا خلف لنا، خلفه نمضي ولا خلف لنا، ما مضى فينا أمين المستقيم، ما مضى فينا أمين المستقيم، ما مضى فينا أمين المستقيم، ما مضى فينا أمين المستقيم. سيدوم الخير في أرض مقيمة، سيدوم الخير في أرض مقيمة، رافض الإصرار إلا أن يدوم، رافض الإصرار إلا أن يدوم. سيدوم الخير في أرض مقيمة، سيدوم الخير في أرض مقيمة، رافض الإصرار إلا أن يدوم، رافض الإصرار إلا أن يدوم. أرضنا بوركت من ولادة، أرضنا بوركت من ولادة، لم يعش في عمرك الخير عقيمة، لم يعش في عمرك الخير عقيمة. كلما ولى عن الساحة فيك عظيم شهدت منا عظيمة، خلفه نمضي ولا خلف لنا، خلفه نمضي ولا خلف لنا، ما مضى فينا أمين المستقيم، ما مضى فينا أمين المستقيم، ما مضى فينا أمين المستقيم، ما مضى فينا ما مضى فينا أمين المستقيم، ما مضى فينا.
مشاهدينا الأفاضل، في ختام حلقاتنا لهذه الليلة من برنامج عيد المقاتل، والذي كنا فيه وإياكم في جولة ميدانية واستطلاعية عيدية، نقلنا لكم من خلالها الأجواء العيدية التي يعيشها أبطال الجيش الوطني المرابطون في جبهة الجدافر شرق مديرية الحزم بمحافظة الجوف. حتى الملتقى في حلقة جديدة، دمتم ودام الوطن بألف خير. يا رجال من يطلب العزة يداوم، والبنادق حيلتك رحمة تساوم، ايش من خير الرجال بالنصر قادم، كلنا من اجل عرسك يا بلادي.